للاطر وللمديرين وهذا باش نشوفوا شنو هما زعما شنو اللي خصكم زعما الحاجيات ديالكم وهذا باش الا ما قدرناش نلبيو الحاجيات ديالكم كاين طرق اخرى باش يمكن لينا هذا سوتو هاد زعما من خلال هاد الزياره وهذا اشتكيتوا الحفاظات وهذا حنا غادي نشوفوا زعما هذا بون وحنايا راه الاشاره ديالكم كما قلت لكم خلال هذه الزياره كنتمنى ما تكونش هذه الزياره زعما هذه موسميه مره في العام حتى هي عندها دور كبير وزيارتكم مفضله وفاضله برئاسه السيد زروق حسين نعم مع المرافقين ديالكم الكل اشكركم باسم الجمعيه على هذه الالتفاته وحنا تعودناها منكم ماشي جديده من ولله الحمد ولكم الشكر كذلك دائما كتعملوا هذه الالتفاته وهي وجودكم هنا في المسجد الجوله اللي درتو دابا على النزلاء راه تزيد فيهم 50% ديال النشاط الجسماني كيحسوا كيشوفوا بانه حتى المستجدات لابسين رسميه وكذا والكاسكيتات ما متعودينش مع هذا المنظر ملي كيشوفوا هذا المنظر تيفرحوا يحسوا بان كان بجانبه من يفكروا في مصالحه ولهذا جزاكم الله خيرا حاجه باش نذكركم مدى الاهميه والعنايه انا بعيني شنو لي بوزوان ديالي شحال ما شرينا لان ما كيجيوشكم طرف ولكن حنا غنشوفوا ولكن حنا غنشوفوا مع غنشوفوا انا اي حد تعرفوا شو حد تعرفوا واحد المرة الحمد لله ان شاء الله عندنا رقم واحد على مستوى الدعم احنا صادقين في هذا علاش؟ هو كذلك نشوفوا شكون يكون واضحين تنشوفوا العمل. محتاج الشفقه. لا انتم زعما اولى في الحقيقه. الله يكثر خيرك الله يكثرك الله تعطيك يرجع لكم. انا هي حاجه خصني ندير هذه بيدي انا. Thank you.